فلقيته ثاني يوم كان جاي من العمل، فقال لي يلا تعالي معي على أساس أشتري لك السيكل اللي أنت تبغينه. فطبعا من فرحتي طلعت من البيت بدون نعول وبالبيجامة، وأذكر أنه كان عنده وانيت كان مستعيره من صديقه، فركبت في صندوق الوانيت وانطلقنا واشتريت السيكل، وقعدت أنا وسيكلي في صندوق الوانيت. كنت فرحانة جدا بالهدية هذه. طبعا كانت في هدايا متوالية يعني بعد السيكل، بس كانت هذه أفضل هدية لي في حياتي يعني.